مساء الخير، أنا اسمي أحمد فتحي، مواطن مصري عايش في الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة نيويورك. النهاردة هي أول مرة بسجل رسالة للأمة المصرية في كل أنحاء الأرض. إحنا مقبلين على المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستحدد مصير مصر في عشرات السنين القادمة. إحنا اختيارنا ليس اختيار بين أفراد، ولكنه اختيار بين طريقين متضادين. الاختيار الأول هو مدنية الدولة، والاختيار الثاني هو أسلمة الدولة. مصر عبر تاريخها الطويل المكتوب منذ أكثر من 7000 سنة لم تواجه بإشكالية مثل التي تواجهها اليوم. بكل أسف تم اختطاف الدين لأغراض سياسية، ومن تجارب الدول المحيطة بنا لا ينبئ ولا يؤدي إلى أي نتيجة إيجابية. كلنا شفنا إيه اللي حصل في غزة على حدودنا الشرقية، وكيف أصبح المواطن الغزاوي تحت حكم حماس في حالة أسوأ بعشرات المرات مما كان تحت الاحتلال الإسرائيلي. كلنا شفنا اللي حصل مع السودان حدودنا الجنوبية وأخوة وادي النيل. السودان النهاردة بقى دولتين، دولة السودان ودولة جنوب السودان. كلنا شفنا اللي حادث في الصومال وكيف ان الدولة لم يعد لها وجود. كلنا شفنا اللي حصل في إيران بعد وصول الخميني إلى الحكم، وماذا حدث مع الثوار اليساريين والليبراليين وتعليقهم على أعواد المشانق في طهران ومختلف المدن الإيرانية. في أبجديات الديمقراطية وأدبيات السياسة يوجد ما يسمى بالحسابات والمراجعات checks and balances، وهو وجوب أن تراقب السلطات بعضها على بعض. تركيز السلطات في إيد جهة واحدة بيسمى في أدبيات السياسة بالشمولية والديكتاتورية والفاشية إلى آخره. لما يبقى عندنا برلمان بغرفتي مجلس الشعب ومجلس الشورى، وقريبا المحليات، وكما نرى في النقابات مستحوذ عليها من الإخوان المسلمين، فمعنى كده أننا لو انتخبت رئيس من هذا التيار، فبالتالي أنا بأضع في أيدي وعلى عقلي قيود. مش ده اللي كان حاصل مع الحزب الوطني؟ مش لهذا السبب المصريين خرجوا في 25 يناير؟ إن احنا نعيد نفس التجربة بنفس الأخطاء لا يوجد عندي تفسير ليها غير أنها قمة الغباء. الاستحواذ على السلطات بيفتح شهية أي حاكم لو كان نازل من السماء إنه يستبد، وإحنا جربنا الاستبداد. جربناه ليس فقط مع مبارك، ولكنه ممتد منذ عقود، ولن نتحدث في هذا الموضوع. اللي بيجي ويقول لك انظر إلى تركيا والديمقراطية التي تعيش فيها، لولا وجود الدستور العلماني والنظام العلماني الموجود في تركيا لما تمكن رجب طيب أردوغان أن يصل إلى الحكم، وهو الراجل أقر بيها في زيارته للقاهرة بعد أن استقبل من المنتميين للتيار الإسلامي كأنه خليفة للمسلمين وهارون رشيد للقرن 21، أعلن أنه رئيس وزراء مسلم لدولة علمانية، وكان شوية شوية هؤلاء الإخوة كانوا هيكفروه، ولكن ربنا ستر. إحنا أمامنا تجارب زي إيران وحماس مع اختلاف المذهب. رأينا إن تم تشكيل حرس ثوري في إيران كتنظيم موازي للأجهزة الوطنية من جيش وشرطة. شفنا إعادة إحياء الساباك
الجهاز الأمني الوحشي اللي كان موجود في عهد الشاه ويعود اليوم باسم البسيج. رأينا في غزة كيف أن الكتائب هي من تقرر السياسة وليس الحكومة. ورأينا في مصر التهليل والتطبيل لما يسمى بتحالف الضباط الملتحين. مصر دولة ليست هامشية، وما يحدث في مصر يؤثر في كل دول الإقليم بلا استثناء. سؤالي ليكم، ألست تقتنعوا أو الشواهد بتؤدي إن لو أتى شفيق، فريق أحمد شفيق على رأس الدولة، هو يأتي من نظام أحدثت الثورة به شقوق بالفعل، وبالتالي لن يمكنه رأب الصدع اللي حدث فيه ويعود إلى ممارسات حسني مبارك ومن سبقوه. ولكن إذا أتينا بالإخوان فإننا نأتي بهم بقبة حديدية لن نستطيع أن نحدث بها الشقوق ولو انتظرنا عشرات السنين. أنا لست مؤيد لشفيق ولست مؤيد للإخوان، ولكن أنا مع دولة مدنية في مصر، دولة تقوم على احترام حقوق الإنسان، دولة تقوم على التعددية، دولة تقوم على الحريات، الحريات التي لا ينبئ وصول مرشح إخواني باستمرارها. إحنا أمام تحدي. الاقتصاد المصري قائم على الخدمات والاقتصاد الريعي، وأهم قطاع خدمات عندنا في مصر هو قطاع السياحة. ونعلم جميعا كيف سيحول الإخوان السياحة إلى مسخ. أنا عملت في هذا القطاع لمدة 30 عام، ليس فقط في مصر ولكن في أوروبا والأمريكتين ومنطقة الشرق الأوسط، وأعي ما أقوله. لم نرى في الدول اللي بيتشدقوا بيها زي تجربة إيران أن السياحة ارتفعت. لم يزيد حصة إيران من السياحة العالمية على 2.5 مليون سائح، واللي لو يوهموكم يقول لكم أن السياح الإيرانيين سيحلوا محل السياحة الغربية هم واهمون. السياح الإيرانيين إذا قدموا إلى مصر فلن يأتوا إلا لترويج أفكارهم في المقام الأول، لن يأتوا إلا لغرض سياسي، ومن الناحية الاقتصادية معدل إنفاق السائح الإيراني ضعيف جدا، فحتى لو جاب لنا 10 مليون سائح إيراني فلن يستطيع أن يوازي الدخل المفقود من الأسواق الأخرى. مصر في النهاية بتحتاج إلى نهضة اقتصادية وليست صحوة دينية. الدين موجود عند المصريين مسلمين ومسيحيين ويهود ولا دينيين، حتى يوجد عندهم وازع ديني. ولكن إذا استسلمنا إلى اختيار ضعاف العقول وربما يمثلون الأغلبية فلا يجب أن نلوم إلا أنفسنا. اختيارنا في الدور الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية سيكون مع مدنية الدولة، اختيارنا سيكون مع الديمقراطية، مع حقوق الإنسان، مع الحريات، وليس كبت الحريات. أشكركم والله الموفق.